لي صديق حميم وهو يعز علي كثيرا، وهو أكبر مني سنا وأكثر تجربة في الحياة، شاء الله أن يكمل دراسته في الخارج أمريكا. وعند سفره شرعت في توديعه ونصحته بأن يخاف الله ويتقيه في السراء والضراء، وأن يبتعد عن كل المحرمات وخاصة ارتكاب الزنا. وفوجئت بأنه يعتزم أن يتزوج إذا دعا الأمر من إحداهن فتيات أمريكا لكي يحصن نفسه من الزنا، ومن ثم بعد انقضاء مدة دراسته وهي قرابة 3 سنوات سوف يطلقها ويعود إلى بلاده أعزب كما كان. فنصحته ألا يفعل ذلك لأنه يعتبر زواج متعة. لا أدري هل هذا صحيح أم أنني أخطأت في حكمي، أرجو أن تفيدوني ولكي أنصح وأوضح لصديقي الطريق السليم، علما بأنه ذو عقل راجح ولا يرفض النصيحة، أرجو أن توضحوا رأيكم في مثل هذا الزواج. الذي ننصح به صديقك هذا أن لا يتزوج، لأن الزواج له علق وله كلف وله توابع تتبعه، فربما تحمل منه هذه المرأة فتأتي بأولاد يكونون عبئا عليه ويلزمونه بأن تبقى معه هذه الزوجة، لأنه لا يمكن أن يطلقها في هذه الحال. فالذي ننصح به صديقك وغيره ممن يذهبون إلى البلاد الأخرى للدراسة أن يصبروا وأن يستعففوا، فمن يستعفف يعفه الله. ولكن إذا كانوا لا يصبرون وتزوجوا ممن يجوز لهم التزوج بهم فإن هذا لا حرج عليه، لكن إن اشترطوا في العقد أنه متى سافر طلقها فهذا بلا شك نكاح متعة، ولا يجوز نكاح المتعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما حرمه الله تبارك وتعالى لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وقوله وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأما إذا تزوج منها ممن يصح تزوجه بها في البلاد التي سافر إليها ولم يشترط ذلك في العقد، أي لم يشترط أنه متى سافر طلقها، فإن هذا ليس بنكاح متعة فيحل له ذلك. لكن إذا كان ناوي في قلبه، إذا كان قد نوى ذلك في قلبه فقد اختلف العلماء هل يكون نكاح متعة أو لا يكون نكاح متعة، والظاهر أنه ليس نكاح متعة كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، لأن النية ليست بشرط ملزم، فقد ينوي هذا ثم يرغب فيبقيها، وقد يتزوجها بلا نية ثم يتركها، فالنية لا تؤثر هنا لأنه كما أشرنا إليه قريبا النية لا تلزم بخلاف الشرط، ونكاح المتعة إنما يكون بشرط مؤقت بأجل معين.